سلام خواتاتي، كي دايره؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ نتوما بخير؟ عواشركم مبروكه، الله يدخل عليكم الصحه والسلامه وطال العمر ان شاء الله. اليوم خواتاتي جيت نشارك معكم شباكيه هنايا عندي انايا. دابا غدا انايا تنخمرها، تنخليها نديرها اليوم ونخليها حتى للغد ان شاء الله. عندي اليوم في عشيه نقلات فات حتى للغد في الصباح عاد نخدم فيها. هنايا عندي انايا 4 كيلو ديال الطحين، هنا راسست 3 والرابع هو هنايا. وعندي راه درت هاد الماركه هادي ديال الطحين، هذا كتشوفوا هذا راه جايبه انا من المغرب. وهنايا عندي انايا لوز وجنجلان، ما مقلي ما والو، الجنجلان داك اللوز مسحناه وطحناه، واللوز داك الجنجلان حتى هو نيت، راه كلشي نقيناه نظفناه وطحناه، ولكن راه وقت تشوفوا بحال راه خصو يتغربل، انا غنغربل كلشي. عندي هنايا 8 الكيسان مخلطين بالجنجلان واللوز، وحيت كاينه 4 كيلو ديال الطحين، والزيت والزبده راه تتخلطوا نص ديال الزيت ونص ديال الزبده، علاش كل كيلو تيرفد جوج كيسان، تديروا القياس اللي غادي العبار اللي غيمشي مضبوط ديالو نيشان. وهنايا عندي الملح، وعندي هنايا القرفه، وعندي جوج خمارات في الاول، وعندي فاني حيت انا ما عنديش فان مزهر، كندير غير فاني ديال المزهر هذا اللي تشوفوا. وعندي هنايا هاد الزعفران، تنستعمل هاد الماركه هادي دائما تجي لينا. وكاينه هنايا النسكه حتى هي عندك هذا بنيت، وكاين الخرقوم ديال العرق تندير منه معلقه انايا. دابا انايا تندير هاد المقادير والملح، هادو تنديرهم في الاول تنخمرها ونخليهم، وعاد ملي تنجي باش غادي نخلط تنجبدوا المقادير ديال التخلاط عاوتاني، وغنتلاقاو ملي غادي نشوف. ودابا بقاو معايا، باقا البوزه ما جبدتهاش. تا البوزه النيسه هي عندي هنايا، غادي نديرها هي نستعملها. هنايا نكمل هاد الباس حيد الميزان. دابا انا نخلط كلشي بحال هكا حيت نغربل حتى الاخر، في الاخر عاد نغربل، ما تنغربلش دابا، ملي تخدموها مزيان وتبقاو تخلطوا مزيان تيتخلط الخليط، تي هاد الخرقوم عرب تيعطي واحد النسمه زوينه، جربوها وراه غيعجبكم في المذاق ديالها. وهي زوينه ملي تتخمروها وتخليوها، راه زوينه. كاين اللي كيديرها وتيخلطها تمتل، بما ان اللي عنده الوقت بلا ما يزرب على راسو ويديرها في منها هي يزرب يخلطها، اللي عنده الوقت يخلطيها وخليها حتى تنقص تجي زوينه. علاش هذاك الطحين تيتخمر وكيتشرب مزيان وتجي زوينه. غنخليها مرقده في الباني ونيت، غادا نغربلها قلت لكم وغتبقى فيه بطبيعة الحال. غنديرو قياس ديال شوية الملح، هنايا غنديرو جوزة ما نديروهاش كلها، هنايا تتبلي بحال هكايا صافي وكتصوصو تاهي.
واحد شويه بحالو. غنتخلط هكايا دابا غتبقاو تدفعو بجوج كيسان وغتبقاو تخدموها هي راه تتبغي الخديم تما فين تي دابا غنستمرو بحاكا نبقاو نخلطو كتشوفوا دابا راه بحاكايا وغادي نبقى نخدمها انا بحاكايا وغادي حتى الاخر نوريكم كيفاش ولات. ودابا خواتاتي انا رجعت معكم انا راه تندير لي بحال هكايا دابا من تخلط دابا انا تنغربلو بحال هكايا غنبقى نغربل لحقاش ملي تتبغيو تقطعوا الشباكيه تلقاو فيها من تدلكوها تتبقى شي حبيبه ولا شي حاجه هذيك اللي تتخلي لكم الشباكيه ديالكم تتقطع ما درتو بحال هكا ما تقطعش وتتبقاو شويه بشويه حتى تيهود كامل لحقاش حتى دابا ولا مدسم شويه تنبقى بحال هكا راه واخا تقولوا طحناه مزيان ما تيقوش فيه هذاك هو تيقطع لكم الشباك وتبقى عاد اما درتو بحال هكا ما تضيع لكم حتى شي وحده دابا بقى هذا اللي ما ديال الجنجلان ديال اللوز اللي ما مطحونش مزيان هو اللي غنحيدو دابا غنبقاو بحال هكايا نغربلو حتى نساليو كامل دابا خواتاتي انا رجعت معكم راه غربلتو كامل تتشوفو بحال هكا خصو يكون بحال هكايا ملي تديرو ليها بحال هك تتولي بحال هكايا راه هنايا صافي تعجنت مزيان ها خاصها تكون بحال هكايا ودابا صافي انايا غنخليها مرقده بحال هكا بهذاك الشيء اللي درت فيها حتى غدا ان شاء الله ولي العطريه اللي باقي غنكملو باش نخلطو عاد نشاركها معكم النيت انا غادي ندير ليها بحال هكا فالاحسن ديروا لا تيليكولا غندير انايا هذه وعاد تغطيوها بشي حاجه حيت الا غطيتوها بشي منديل ولا شي حاجه كيتهزو غادي يلصق لكم كامل في المنديل لما ديرو بحال هكا كما كنديرو بالطريقة هادي تقدرو ديروها تا يومين ولا تلت ايام ماشي غير نهار ولا هدا ديروها وتخليوها قد ما خليتوها راه تتبقى مزيانة هذا هو السر ديالها فاش تعطيكم الانتاج ديال العجين ديالها زوينه وتغربلوها دابا درت لها بحال هكا ونقول لكم دابا عاد بغيت تقطعوا بشي منديل وشي حاجه تحطوا في واحد البلاصه مطرفه تخليوها راه متيوقع لها والو تقدروا ديروها قلت لكم يومين ولا ثلاث ايام تخليوها مرقده ماشي مشكل الخميره ديال الحلوه واخا درتها فيها متيوقع لها شي حاجه هي الخميره المعجونه اللي غنزيدها حتى الاخر المهم اللي غنكون خلط النيت راه نشارك معكم اللي غنخلط خواتاتي دابا انا رجعت معكم كي تشوفوا هنايا دابا هي راه عندي اللي قلت لي شارك معكم البارح دابا انا غادا نحيد ليها حتى هنايا انا البارح ما درتش عندي هنايا نوريكم دابا كلشي اللي غادي نخلط به هنايا عندي النافع وحبه الحلاوه
هاي مطحونه مغربله وكلشي. البارحيت الاخرين كانوا عندي ما مغربلش، علاش ما درتش معاهم؟ عندي هنايا كاس معمر ديال الخل، ضروري الخل هو اللي تيديرها، ربعات البيضات هما 4 كيلو، كل كيلو تندير فيه انا بيضه. وعندي هذاك الزعفران شعره، راه عندي هذه الماركه هذه، راه درت انا هنايا. والخميره، الخميره على حساب الجو وعلى حساب الخفه اللي عندكم في يديكم، كانت يديكم خفيفه ما تقاووش ما تديروش بزاف، يعني تقدروا ديروا واخا ديروا بزاف ماشي مشكل، كانت يديكم ثقيله ما تقاووش، حيت لا ولا ديروها في الثلاجه ملي تطلقوها بالدلاك طويوها ديروها في الثلاجه. انا هنايا دابا يا غدا ندير، غندير ثلاثه معالق، ثلاثه حيت عندي 4 كيلو. انا درا تنغربلو وتنخليه لي جنب في ملي تنحتاجو تلقاه يسهل عليكم. والخل درا هاد الخل الاحمر، ما ديروش الخل الاخر. الخميره اللي شفتو معايا انا راه درت في الاول جوج دوك خميرات. انا هنايا غادا ندير ثلاثه المعالق عامرين كنتو تشوفو من هادو، ثلاثة عامرين. ودابا انا غنخلط شويه هادو باش يدخل معاها، راه تجيكم ساهله دابا كلشي. نحفروا الوسط باش نديروا كلشي. ودابا خواتاتي هاني غادا ندير الخل والبيض، كاين اللي تيقول لك راه البيض تيكشكش معمر، انا يا ندير البنطو عقليها وتشوفوا كيفاش عمرها. عندي كشكشات كنديرها بالملح ديالها بكلشي. هنا جيت نحركو تنكبو الوسط باش تنخلطو شويه البيض مع شي تخلط ليكم شي ماشي جهه يجي فيها وجهه لا. تندير لي بحال هنايا وتنبقى خدامه وانتم تحكموا في العجينه. العجينه راه ما خاصهاش تجي خواتاتي تجي جاريه، دا جات جاريه راه ما تصدقش لكم وغتجي قاصحه، خاصها دائما تجيكم العجينه ديال الشباكيه تجيكم شويه قاصحه في الخدمه ديالها، حيت العجينه ترطبات تجي قاصحه ما نقولش لكم عليها. ركزوا ركزوا على التخلاط. انا تنخلط في هاد البانيل بحال هكا كبير باش تبقى بالحساب الكترة، أما إلا كانت عندكم مع كيلو ولا لا راه قصرية كفاية. تنبقى بعدا بحال هكايا، نتوما تحكم نشرب حتى تجمع. هنايا انايا هاد المعدة في 4 لتر وعندي لتر ونص، هذا هو عابره ملي تشوفوها تتولي بحال هكا صافي. دابا هنايا ما تزيدوش الماء حتى تجمعوا داكشي كامل وغيبان لكم واش نوعش تقدروا تزيدوا، وهي راه ما تتعلقوهاش تتبقى عاد ديركو بحال هكا حتى تجمع لكم كامل. دابا انا غنبقى نجمع بالطريف خواتاتي. دابا انا رجعت معكم، راه مجمعتها تسخفتني
4 كيلو ماشي سالح، باش ماشي تقوي الماء تتقيع شويه. هانتوما تشوفوا العجينه ديالها هي بحال هكا، هي تجي ما تجي لا قاصحه لا والو، تجيكم بحال تحكموا فيها كيفاش تخدموها بحال هكا. انا تنعجنها بحال هكا، راه كاين راه حتى تبغي الخاطر دابا انا راه ما واخا شويه زعف لكن انتوما تشوفوا كي جات رجعت بحال هكايا هاد الشكل هذا. دابا غنقطعها وغادا انا ما غنخدم باش انا لحقاش الطابله ما غتجينيش، و حتى اتساع خاصني ضروري نديرها واحد الخامه في الكراج، غنهبط للكراج تما فين غنقطع وغادا نطوي ونوريكم كيفاش غادي نشبك هذيك الساعه. دابا حنا المرحله ديال العجين ساليتها، دابا انا غادا نهبط لتحت لا تسخيفه حيدتها مني نتلاقاو من بعد. دابا خواتاتي رجعت معكم، انا عندكم راه غادا نقطعها بحال هكايا، راه تنقطع قياس اللي غادا نخدمو كيشدو بحال هكايا. تندير وانا شوف دلك الى هو اللي غادي يجيني كندير انا بحال هكا هاد فيها الطاويات هادو هنا فين تجي مجعبه وتاخذ الزيت. انتما كتشوفوا راه ما كتجي لا دايره لا والو، تجي رطبه زوينه وسهله حتى في التشباك. تبعتوا الطريقه هادي راه غادي يكون عندكم الانتاج الزوين ديالها. ندير لها بحال هكايا وتندير بحال هكا وتندير لها بحال هكايا، تنلمدها انايا بحال هكايا. ودابا كنجي عندي هاد الميكا هادي انا بلي دلكتها دابا غنديرها فيها. علاش اللهم تنجي انا هنايا ندير لكم هاد الخامه هادي، هادي راه تنفعني حقيقه تبقى لكم حتى نتوما عارفين اخواتاتي الكوزينه مع ديروا الشباكيه. ودابا جاي ديروا الفطور وداك الشيء تبقى مباليه مع التنظيف وما يمشي لك كما قالت حاجه ما ديريها وتبقى تكرفس. اللهم دائما هاد الطويات يجيو الوسط بحال هكا، علاش ملي تتبغيو تطرقو تيبقى الاختيار ديالكم، ديرهم صغير ولا تقطعوها على ثلاثه، ديرهم شويه كبار تقطعوهم على جوج. دابا غنستمر بحال هكايا غنديرهم كلهم بحال هكايا وعاد غنتلاقاو في المرحلة ديال التشباك. تنشبكها كاملة، ملي تنشبكها كاملة عاد تندوز نقلي نبدا عاوتاني بالطاوة الأولى وتتخليوها تنشف ضروري. ملي عاد يمكن لكم مثلا دايرة الخطا عاد تخليوها متحتارو تكملو ساعة تلقاو هداك الشي اللي درتو اللول راه نشف كامل. دابا كتشوفو اخواتاتي انا هنايا راه كملت كاملة درتها بحال هكا، كتشوفو هاد الشكل هدا. هنايا راه انايا دابا درتهم كلهم في ميكات بحال هكا، درت كلشي في البانيو. ودابا اخواتاتي غادا نبدا نطلق. دابا اخواتاتي ملي صافي طلقت هنايا انا هنايا صافي غنبدا ندير نقطع. هنايا الا كان بانت لكم شي حاجه انا تنديرهم نيشان ما عنديش كسور لا نحيد، تقطعون واحد حتى الخمسه هنايا اخواتاتي انا غادا نشارك معكم. تكون عندكم بحال هكايا تتشدوا تديروا بحال هكا وتجيو هنا يعني هنايا تدوري بحال هكا الدوره بحال هكايا، ودائما تجيو الصبع تديري هذه هنا
صافي لو شفتوا هذا الزائد لهنايا تحيدوه، نعود معكم حتى واحده اخرى النيت. المهم تتبقاو غادا بحال هكايا، كتجي بحال هكا، درتهم شويه كبار دائما جوج فوق جوج، وتجيو هنا في هاد الطريف هذا، تخشيو الصبع ديالكم بحال هكا باش يطلع لكم في هاد باش نجيبو الوريضه هي هذيك، ولا جاوكم شويه غلاظ صافي تديرو لهم بحال هكا. هذه انا عندي في 4 وكوكا غادا الاخر الصمتة خرجت، المهم تديرو لها بحال هكا هي نيت. خواتي هاتين راه كتشاركت معكم العسل، هانتوما كتشوفوا راه هو هذا اللي درتو، راه درت هذا ودرت واحد اخر نيت، زدت جوج كيلو اخرين، دابا انايا هادو راه عندي 4 كيلو، كتشوفوا كي تيجي هانتوما يا تيجي ما شاء الله عليه، راه ما نقولش لكم عليه كي تيجي، راه يبقى عندكم واحد الماده ما تقولش عليه والو، راه هو هذا. هنا دابا انا وجدت عندي اللوز عفيلي حمرته غنزوق به الشباكيه، وكاينه هنايا الجنجلان نيت قليتو حتى هو غنزوق به، انايا هنايا غنبدا نقلي وغنوريكم واش القيطات ملي نبدا نقلي تشوفوا كي تجي. ودابا قبطاتي انتما تشوفوا انا راه بديت تنحط، انتما راه تدير لك كشكوشه لا والو، راه درت في البيض راه قلت لكم راه تندير البيض ما تيوقع لا والو، و تتبقاو غادا تحقيا تديرو العافيه تكون شويه ما حيت المقله ديالي عندي غليظه بزاف، غير زايده في البوطه واحد شويه. دابا انا بديت التعميره الاولى ملي غتشد راسها غادا نبدا ندير القطيب، انا تنقلب بالقطيب حتى ملي تتوجد غادا نهز بالمعلقه، هانتوما تتشوفو ها هادو الاولين اللي درتهم الاولين، دابا انا بديت تنقلب راه تبعتو هاد الطريقة هادي كاملة ديال هاد المقادير وكلشي راه تجي زوينة منقولش لكم لا، عاد جربوها وغادا تردو عليا اللي جربتها ترد عليا في التعاليق كيفاش جاتها. خواتاتي دابا انا رجعت معكم راه ملي قليتها وانتم تتشوفو راه درت قصرية اخرى نيت، هاديك راه طلعتها الفوق ودابا بقات هذه، دابا انا نوريكم هذه كيفاش جات، راه تجي روعه ما نقولش لكم عليها، انتم تشوفوا الجعاب ديالها، الجعاب ديالها كي تجي راه ملي تجي بحال هكايا راه اي وحده تهرسوها دابا كلها بحال تبارك الله، والهشاشه ما نقولش لكم عليها راه تذوب في الفم، راه واحد الشباكيه تجي. ولكن هذيك المرحله اللي وريتكم انا كلشي تبعوا هذيك الطريقه كامله والعبار والقياس وداك الشيء وراه غتجيكم روعه، ما عاد تخسر لكم لا في مقله لا شي حاجه، ما تتكشكش لا والو. وخواتاتي الى عجبتكم ديروا اختكم شي لايك وشي تعليق زوين، وكتبوا لنا شي حاجه اللي بانت لكم ماشي هي ديك ولا هي ديك هي اللي بانت لكم كتبوا لنا، والمهم اللي بغات شي وحده نصيحه ولا شي حاجه راه نفيدكم بها، واللي درت انا ان شاء الله تنشاركها معكم، وما تخبلوش عندنا بشي تعاليق ديالكم زوينين وشي لايك، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.